مساء الخير. للأسف الشديد امبارح بالليل طلع علينا شبح في نص الليل، تقريبا حلم بالأهلي وهو نايم فقرر ان هو يطلع يتكلم عنه. الأخ أحمد مجاهد فجأة امبارح في تصريح عجيب جدا وفي توقيت عجيب جدا، كأن الأهلي طالع له في حلمه، وكأن الأهلي دايما والقرارات المرتبطة بالنادي الأهلي بتجيله في المنام يعني، فبيطلع لنا فجأة بنص الليل بقرار بيقول ان هو جاله خطاب ان في قرار امني عدم حضور اي جماهير للنادي الاهلي. بصراحة قرار يعني الواحد مش مصدق، فعلا حاجة تحزن. الناس بقى اللي كانت عمالة تقول لك مؤامرات وثورات واللي بيحصل والظلم ومش الظلم، فعليا هو مفيش اي حد في مصر بيتعرض لظلم زي الظلم اللي بيتعرض له النادي الاهلي. لما تيجي كده تبص حواليك، عشان بس الناس اللي هتقعد تقول لك اعداء البلد ومش اعداء البلد وياخدونا في سكه تانية مش سكتنا، الكلام واضح جدا ومش محتاج تاويل. لو بصيت حواليك في كل حاجه، الكافيهات كلها شغاله، طيب القهاوي كلها شغاله، المترو شغال، في ملايين الناس بتركب كل يوم، مواصلات العامه شغاله والدنيا حلوه، والحفلات عادي شغاله ومفيش اي مشاكل خالص. طيب لو هنقول ان دي اعداد مش كبيره جدا، فانا عايزه اقول ان الحفلات والمهرجانات اللي انتوا بتامنوها، لما بتقولوا ده قرار امني وان هو مش هيعرف يامن، الامن مش هيعرف يامن 5000 مشجع، فيعني صباح الفل، فعلا ما يتقالش الا كده. الحفلات اللي انتوا بتعملوها ايا كان بقى، حفلات خاصه حفلات عامه والمهرجانات السينمائيه، بتعرفوا تامنوا ممثلين حلوه قوي وبتعرفوا تامنوا مطربين حلوه قوي، وما علينا من الثالثه مش هقولها، الناس دي بتتامن كويس جدا، ولكن ماتش كوره انتوا مش عارفين تامنوا حضور 5000 مشجع. بس كده هتبقى معاكم كل حاجه تخص المشجعين دول، هتبقوا عارفين عنهم كل حاجه، بطايقهم، بي سي ار، اعضاء في النادي الاهلي، عاملين مسحه او واخدين المصل زي ما انا قلت في الحلقه الماضيه. لا دول مش هتقدروا يعني، في الحاله دي مش نقدر نامن دخول الجماهير، ما ينفعش خالص. في حين ان انت لما تبص في الماتشات بتاعت الدوري العاديه، الزمالك كل ماتشاته الجمهور، احنا بنبقى سامعين صوتهم يا جماعه، ده مش يعني ده مش فوتوشوب، احنا مش مجانين، احنا بنبقى سامعين صوت جماهير الزمالك. وما بنطالبش بان احنا ندخل جماهير في ماتشات الاهلي، لان خلاص تمام عادي، ده الدوري واحنا ما عندناش مشكله خالص. لكن لما انت تلعب بره بلدك وتشوف قد ايه الدوله بتدعم الفريق بتاعها وقد ايه واقفين وراهم وسمحوا بحضور جمهور، والجمهور عمل شغب وكان عايز يدخل بمعدل اكتر من المعدل الطبيعي او بنسبه اكبر من النسبه الطبيعيه اللي كانت المفروض ان هي هتدخل، وحصل شغب، ومع ذلك ما فيش اي حاجه حصلت ضد الجماهير دي، ما كانش في اي قرارات اتخذت ضدهم، ما فيش مشاكل، وتلاقي انت في بلدك بالمنظر ده مظلوم ومقهور وبيحاربوك في كل حاجة، لازم تتقهر ولازم تحزن ولازم تقول لا. هو احنا بنقولش انها مؤامرة، هو احنا بنقول ده سواد، ده مرض، الموضوع ملوش علاقة بالامن يا بتوع الامن، الموضوع ملوش علاقة بالامن خالص، ده مجرد حجة وهي ملهاش اي لازمة بتتقال عشان ما يبقاش في مساندة للعيبة النادي الاهلي. والله شئتم ام ابيتم، احنا ورا فرقتنا، مش لازم نبقى في استاد، مش لازم نبقى في ملعب، هم عارفين قد ايه الجماهير مدعماهم واكيد الجماهير في ظهرهم، وان شاء الله باذن الله عشان اللي انتوا بتعملوه ده برضو الاهلي هيكسب. لو انتوا بتعملوا القصه دي عشان يبقى في مساومه على ان الاهلي يبعت اللعيبه بتاعته للبطوله الاولمبيه اللي هي ملهاش اي 30 لازمه اصلا، يعني حاجه كده ملهاش لازمه، فبرضو الاهلي ما بيتساومش. ولو انتوا بتعملوا كده عشان تحاربوا الاهلي، عشان عايزين تفقدوه التركيز والثقه، فبرضو الاهلي الحمد لله رجاله واللعيبه رجاله، المفروض بعد كده الاهلي والله الخطيب ينقل مبارياته كلها اللي هي المفروض انت ماتش رايح جاي عندك ماتش بره والماتش بتاعك التاني جوه، والله يلعب ماتشاته بره في قطر بقى ولا وات ايفر بقى هنلعب فين، في اي مكان بيسمح بدخول جماهير وبيقدر النادي الاهلي وبيقدر لعيبته وبيقدر حجم النادي الاهلي وقد ايه ان النادي الاهلي لما بيكسب بطوله افريقيه هو بيرفع علم مصر قبل ما بيرفع علم الاهلي، والنشيد اللي بيتعزف وراه ده بيبقى النشيد الوطني لمصر، فهو الاهلي بيلعب باسم مصر. بس انت تكلم مين؟ للاسف المرض النفسي والسواد طاغي على عقولهم وقلوبهم، وفعلا حسبي الله ونعم الوكيل فيكو، ان شاء الله ان شاء الله رغم انفكوا الاهلي برضو هيكسب ان شاء الله الماتش ده وباذن الله كمان البطوله. طيب وبما ان الشيء بالشيء يذكر، وبنتكلم على مؤامرات وبنتكلم على اللي بيحصل ده لصالح مين،
تعالوا كده بصوا امبارح على الماتش بتاع الزمالك، والله العظيم حاجه يعني، هي حاجه مش تحزن، هي حاجه تضحك على تحزن على تبقى مش فاهم بجد الناس دي فين ضميرها، الناس دي كده ازاي يعني، الناس دي عايشه ازاي، انتوا كلاعبين عايشين ازاي، انتوا كمنظومه في الزمالك عايشين ازاي، انتوا كجماهير والله يعني بتناموا ازاي بالليل كده وانتوا شايفين قد ايه انتوا ما بتكسبوش الا بالكوسه وبالتحكيم، لا بتلعبوا كوره ولا بتقدموا حاجه ولا في فير بلاي في اي، بص ما فيش خالص يعني، فعلا ما فيش خالص. ماتش امبارح، هو انا عايز اسال سؤال، هو طارق حامد ده يعني لمساس؟ هو طارق حامد ده نو تاتشنج يعني؟ يعني بجد هو انت ما ينفعش ابدا يبقى طارق حامد بيغلط ويتحاسب؟ لا، هو طارق حامد ده ما ينفعش يعني، يعني انا مش عارفه والله اقول عليه ايه، ما ينفعش حد يقرب له، ما ينفعش حد يطلعه من الملعب، لا 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 خالص، هو طارق حامد ده يعمل اللي هو عايزه ويغلط براحته وما يتحاسبش. كره طارق حامد اللي اخذ فيها انذار امبارح دي كره طرد مباشر ما فيهاش كلام، طرد مباشر ما فيهاش كلام، اللعمة اللي ما بيفهمش كوره هيتاكد ان الكوره دي اتفرج دي كره طرد. بلس جوه نادي الزمالك كمان، جوه قناه نادي الزمالك اتكلموا على الكوره دي وقال لك ان طارق حامد مليار في المية كان لازم يطرد، دي كره طرد من قناه نادي الزمالك، عشان بس الناس اللي تقول ان في تعصب او وات ايفر بقى اللي انتوا بتقعدوا تقولوه كده في المسجات اللي بتبعتوها لي اللطيفه. فمن قناه نادي الزمالك قالوا ان دي كره طرد. الجامد في الموضوع ان بما ان طارق باشا حامد بيه هو اصلا ما ينفعش حد يديله انذار اصلا، فهو بعد ما خد الانذار وعارف حاله وعارف ان دي كره طرد راح اعترض على الحكم كمان، يعني لو للمره الثانيه كان لازم ياخد انذار تاني اصلا، يعني الكره من البدايه انت مش شايفها انها انذار، لا ده الكره ده تاني حاجه عملها ان هو بيعترض على قراراتك ومش شايف ان الكره محتاجه انذار ودخل هياكلك. فين بقى الانذار التاني ولا الهوا؟ ليه؟ عشان احنا دلوقتي بننزل، احنا يا جماعه الزمالك ما ينفعش يخسر، فاحنا هنعمل ايه؟ اللعيبه ما بتلعبش، طب خلاص يبقى الحكم بقى بيلعب معاه. وكره تانيه كانت برده محتاجه كان انفراد، كان المفروض ان الحكم يطرد اللاعب برده ولا الهوا ما حسبش فاول اصلا. يعني الزمالك امبارح كان المفروض يلعب تسعه، مش هقول يلعب 10، الزمالك المفروض امبارح يلعب تسعه، كوره طارق حامد والكوره التانيه اللي كانت في الدقيقه 12 الانفراد، ويعني كوره واضحه وضوح الشمس وما اتحسبش اي حاجه خالص. بلس ان الجول اصلا بتاع الزمالك كان اوله كان فاول اساسا عليه، ومع ذلك مفيش اي حاجه، ويرجعوا يقول لك احنا مظلومين ومقهورين، مع ان كده كده دردرهم قال ان هم لا مظلومين ولا مقهورين ولا اي حاجه، ويجي في الاخر يقول لك لا مباراه الاهلي بدون جمهور، ماتش بيراميدز اللي هو اصلا ملوش جمهور اساسا، قال لك مبدا تكافؤ الفرص، احنا زي ما الاهلي طالب بحضور جماهيري احنا كمان بنطالب بحضور جماهيري، على الرغم ان اساسا ما كانش لسه الاهلي الماتش بتاعه لا اتلعب ولا طلع فيه قرار ولا حاجه، واتحسب ان واتحكم يعني الموضوع، قالوا ان تمام هندخل 1000 مشجع مفيش مشكله خالص لبيراميدز اللي هو اصلا ملوش جمهور، هو نادي ملوش جمهور، ويا عيني خد ال1000 دخل منهم كام، 50 واحد دول بقى اعضاء بقى ولا اي يعني وات ايفر، دول بقى دول مين يا عيني، جدهم فلوس بقى ولا ادوهم وجبات عشان يدخلوا اساسا، ومش اي حد، ودخل 50 واحد مع ان كان مصرح ب1000 واحد من جماهير بيراميدز. تدي بيراميدز اللي ملوش جمهور، اللي هو ملوش جمهور المفروض ان هو كان بيلعب باسم مصر فاديته 1000 واحد، والنادي الاهلي باسمه بمكانته ببطولاته الوحيد اللي رافع راسك في مصر اصلا اللي بيجيب لك بطولات، هو النادي الوحيد اللي بيجيب لمصر بطولات اساسا، تقول لا اصل امنيا. فبصراحه الموضوع يعني 100% واضح لكل الناس وباين، وان شاء الله يعني يعني ربنا ما يرضاش بالظلم، وباذن الله باذن الله النادي الاهلي هيكسب رغم انف اي حد اي حد اي حد، ايا كان بقى اتحاد كوره بقى ولا ايا كان هو سلطته ايه ولا مين، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيكسب الماتش بجمهور او بلا جمهور، احنا في ظهر النادي الاهلي حتى لو بره الاستاد، وان شاء الله بنقول العشره يا اهلي. Thank you.